إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو هذا اللي درته خصيصا لبعض الإخوة اللي كانوا طلبوا مني باش ندير لهم فيديو على محل اللي تنتقدم منه الماكلة ديال الطيور وتنفيذ الطلب ديالهم. فأنا درت هذا الفيديو هذا، ومرحبا بكم جميعا، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم، ولا عجبكم ما كرهتش تدعموني بالاشتراك و بلايك وبشي تعليق التحفيز. ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله بعد قليل في المحل ان شاء الله. يلا نتلاقاو واحد شويه. السلام عليكم مرة أخرى الإخوان. كما كتشوفوا هذا هو المحل، تبارك الله كبير، وفيه بزاف ديال ماكلة ديال الفراخ ومشاش، ويعني معظم الحيوانات كاينة. كما كتشوفوا هذا هو الزوان، كاين هذا الزوان هذا، وكاين واحد الزوان آخر، هذا الزريعة، هذه الماكلة ديال الكنار، وكاين هنا التفنة، التفنة دي اللي كيموتوا عليها الطيور. كاين جوج أنواع ديال التفنة بحال هكا، سيكاليم، وكاين هاد البنان مهرس، معرفش ديالاش، والله ما عرف ديالاش هاد البنان هاد. كاين الماكلة ديال القنية، هذا الخروب، هذه هي ماكلة ديال القنية. كاين بزاف، هذه ماكلة تاهي ديال القنية، ماكلة ديال المشاش، يعني اي حاجة بغيتيها في هاد المحل هذا غادي تلقاها. لكن هنايا المشكلة، كاين بزاف كيربيو قنية وكيربيو المشاش وكيربيو حشاكم الكلاب. هادو القفوزة ديال القنية وديال الهامستر، هادو تما قفوزة ديال الفراخ، هادو ديال الهامستر. ودابا غادي هادي بلاصه ديال القنية حتى هي. ودابا غادي نوريكم البلاصه ديال الفراخ، يعني كاين هذيك البلاصه اللي وريتكم ديال الزوان، مي كاينه هاد البلاصه هادي ديال الباكيات. كما كتشوفوا هنا دوك الحلوه ديال البيروش والحلوه ديال الكنار، هذه الحلوه ديال البيروش كنار، يعني كاين بزاف بزاف ديال الزيبرا. كاين اي حاجه بغيتو، اي حلوه، اي حاجه. هادشي كنار هنايا، بيروش، هادي ماكله مخلطه زوينه ولكن شويه كتغلط. وهذه بحال الزوان هذا بحاله بحال الاخر، غير هذا زيد شي حوايج فيه بحال التفنه، بحال النيجر، كما كتشوفوا دوك الحبوب الكحلين، كما كتشوفوا معايا هنايا مخلط، يعني ماشي بحال الاخر. الاخر ناقصين فيه بزاف الحوايج ورخيص عليه شويه في الثمن. وهذا البيض، هذا هو البيض اللي كنستعمل انا اللي كنعطي للفراخ. هاد البيض هذا يعني باش بلا ما نبقى كل نهار نسلق ليهم، وهادي كنشري ليهم البيض بحال ما هكا، يعني تقريبا نفس البروتين، نفس هذاك الشيء، غير هو الفرق اصطناعي وكذا. وهادي السيبيا، نحيدو هادي مهرسة وناخدو هادي. والله العظيم تخيلوا معايا دابا كلشي غادي نحطو في الارض، هانتوما يعني ما كاينش شي واحد اللي غادي يعاونني، غادي يشد لي التليفون ولا باش نصور على خاطري، يعني خاصني نشد بايد وننزل داكشي اللي خاصني بايد باش اكيد صافي. وهنا كما كتشوفوا خوتي، شرابات و دوك ديال الالعاب ديال
فراغ هنايا دوك قفص ترونسبور، قفوزة ديال ترونسبور كدا، كما كتشوفوا هادو الرملة ديال المشاش وديك حاجاكم الطواليت ديال المشاش، يعني كل شيء كاين هنايا. هادي ديال الماكلة، كتعمر الماكلة وتعلق الفراخ، دايرة تقريبا شي 8 أورو، ولا بيسينات ديال الفراخ فين يعومو. هنايا غنمشي ناخد دابا هديك التفنة، خاصني واحد شوية الفراخ نيت، ناخد واحد شوية من هاد الحمراء، وغناخد من هديك الأخرى البيضاء. كما كتشوف والله الا كنحط كل شيء غير في الارض، يعني الصعوبه ديال يعني الصعوبه ديال تشد تليفون بايد وتعمر ميك بايد، يعني ضروري خاص شي واحد اللي يشد لك تليفون ويصوره وانت تهز. ماشي مشكل، على قبل الحباب ماشي مشكل. مرحبا، راه كما كتشوفوا راه مال الاخرين تا هما راه غير في الارض. دابا غادي نشدهم وغديهم، غادي نعبرهم في النوبة، غادي نشوف اش من نمرة. النمرة 15، 15 كاينة، كاينة ميكا ولكن سطل. حنا كنديرو الميكا، الميكا كتخرج لك هديك التيكيت كتلصقها تما وكتمشي ملي كتسالي كتمشي تخلص. دابا غادي ناخدو خويا ميكا وغادي نعبرو شي قريب شي كيلو ولا هادي ديال الزوان. هانتوما شوفو شنو غادي ندير دابا. عاوتاني غادي نحط ميكا تما وغادي نبدا نهز عاوتاني، ماشي مشكل. يعني التعنكيش ديال بصح. ناخد شي كيلو تقريبا ولا كيلو ونص. هنا الزوان ما غاليش، الزوان تقريبا داير شي اورو 25 سنت بحال هكاك، والاخر اللي في الباكية دار تقريبا شي اورو 75 سنت، يعني ما بيناتهم شي فرق. انا تناخد شوية من هنا وشوية من هنا، وملي تمشي للدار تنخلطهم. واحد الزوان تا هو نعبروه، النمرة ديالو 11 ميكا، كتخرج لك التيكي كتلصقها في الميكا وكتمشي ملي كتسالي كتمشي تحط. كما شتو معايا اورو 36 سنت، يعني في المتناول. وهنا البقية ديال القفوصة، القفص هذا داير 269 أورو، يعني فوليار هذا. قفوس اخرين يعني قفوس زوين 59 أورو. كما تشوفوا يعني هنايا الحيوانات متعين. غير المشكلة في هاد المحل هذا، ما فيهش بزاف ديال الحوايج، الفراخ و يعني هادشي هذا شوية قليل، يعني بمقارنة مع حاشاكم مثلا الكلاب ولا المشاش. يعني الكلاب ولا المشاش عندهم بزاف بزاف ديال الحوايج هادو، راكم عارفين الدراري اللي كيعانيو من الفاش ومن كيعانيو من القميلة ديال الفراخ وهادي فليتوكس. تبن هذا ديال قنية ولا بلاصة ديال القنية وبلاصة ديال الهامستر. كما كتشوفوا هنا كل شيء، هادشي هذا خاص غير بقنية والهامستر هذا. يعني هنا بزاف عاوتاني كيربيو قنية والهامستر وحشاكم الكلاب والمشاش، وهذه البلاصة ديال الحوت، يعني الماكلة ديال الحوت ولا هديك سميتها نسيت على بابها كاع بالعربية شنو سميتها. المهم أي حاجة خاصة بالحوت راه تما.
هذه بلاصة ديال الكلاب، هذوك الحلويات ديال الكلاب. ها كما تشوفوا معايا، هذوك بحال البسكوي ديالهم وكذا. وكاينه بلاصة اخرى عاوتاني ديال الممشاش، هذه يعني دوك بحال بويتات، وبحال فين كيمشيو الممشاش، هذاك الشيء ديال كيتسلقوا فيهم، كيطلعوا كيبداو يلعبوا. ما عنديش مع المشاش انا. هنايا هذوك بحال ما عرفش واش الشحمة ولا، والله ما عرفت عدومة ولا ما عرفت شنو. هنايا اللعاب ديال الكلاب والمشاش كيما قلت لكم، راه كلاب ومشاش عايشين هنايا ملوك. هذا هو بات السرديل ديال المشاش وديال يعني البقية ديال الفيديو تقريبا غادي نديرها غير على اللي باقي في سميتو في المحل، يعني دوك البلايص ديال المشاش وديال الكلاب و هانتوما شوفوا معايا، يعني اي حاجة هنايا راه كتلقاها تقريبا غير ديال الكلاب والمشاش حشاك. هو محل زوين لكن ما فيش بزاف ديال الاختيارات، شنو تختار مثلا الفراخ ولا، يعني كاين ولكن ماشي بزاف، بحال مثلا كي قلت لكم كلاب وكذا. شوفوا قاعد شي تقريبا ديال الكلاب كلشي. وهذه الخوت الكفيتونغ ديال الخلاص 12 أورو 36، يعني تمن مزيان. خديت بها الجفنة، خديت الماكلة اللي في الباكية، خديت الماكلة العادية ديال العبار، وخديت بزاف تحويج، وخديت حتى البيض اللي شوية داير تقريبا شي 5 أورو. ودابا الخوت وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى من اللي شاهد هذا الفيديو هذا ما ينساش يدعمني باشتراك وبالضغط على زر لايك وشي تعليق للتحفيز، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي، ونخليكم مع هذه المناظر الزوينه اللي صورت لكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، وكنتمنى لكم تستمتعوا ببقية الفيديو.